آخر أيام ملتقى المنتجين العرب الخامس، تكون قناة رؤيا الفضائية هي الأخرى أسدلت ستار تغطيتها الإعلامية الشاملة طيلة أيام انعقاد الملتقى للمرة الأولى في العاصمة الأردنية عمان. فشكراً للإعلام الأردني، وأخص بالذكر رؤيا وصانع القرار. جهود مكثفة بذلتها قناة رؤيا بهدف إبراز مكانة الإعلام الأردني كما العربي، وذلك من خلال حرصها على تغطية كافة جلسات الملتقى التي تجلت بحضور نخبة من الإعلاميين والممثلين والمنتجين العرب. إحنا كملتقى إعلامي وأنا بحضره لأول مرة، وأهم في أنه تم بالأردن، والصحيح أنه يعني أعطى بعد إعلامي ضخم للأردن، وأحسن ما في اهتمامهم كان في موضوع القدس، وهذا موضوع بتعرفه حي، موضوع يعني مهم جداً. ويعني بعيد ما قلته لأحد المحطات إنه إحنا كان بودنا إنه يشارك معنا حسب ما كان البرنامج جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية، كان أعطوا بعد كبير للمؤتمر، وخاصة في دعم القدس في الوقت اللي إحنا الآن نتحدث عن تقديم لهيئة الأمم المتحدة بموضوع الاعتراف بدولة فلسطين. الاجتماعات خلال هذا الملتقى كانت نتمنى أن تكون ناجحة، يعني لأنه طرحوا عدة مواضيع وكانت منها كمان موضوع القدس كانت، وكان هو فتح أفاق لقاء بين المنتجين وبين إعلاميين وبين فنانين، وإن شاء الله يكون في نتائج كويسة من هذا الاجتماع. وهو اللقاء الخامس زي ما قلنا، وهو كان أول مرة بيطلع من القاهرة وبنعقد في الأردن، وهذه بدرة خير إنه إن شاء الله تكون فاتحة خير للمنتجين. الأستاذ بشار الربدي. تكريم نخبة من الإعلاميين الأردنيين وغيرهم من المنتجين العرب أمر حرص القائمون على أعمال الملتقى على إتمامه من خلال توزيع دروع تقديرية على مستحقيها، الذين وإن غابت أجسادهم تبقى أرواحهم وإنجازاتهم الإعلامية حاضرة على الساحات العربية. تفضل عم رفيق، اشرح بأدق التفاصيل وكل أدل صحيح. ويبقى للقضية الفلسطينية النصيب الأكبر من التغطية الإعلامية، خاصة بعد أن عبر عن أهميتها الفنانون العرب باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في ملتقى المنتجين العرب الخامس الحامل لعنوان القدس عربية وعاصمة فلسطين الأبدية. الله اطمن قلب رسول الله إن الإسلام موجود لسه، الدنيا بلال فوق الأقصى. ويذكر أن الملتقى ناقش أحدث المستجدات في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، واطلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة التلفزيون والسينما، كما تعرف إلى نشاطات الشركات المتنوعة في قطاع الإنتاج الإعلامي. رائدة حمراء لبرنامج دنيا الصحافة عمان.